أنا الحقيقة زيارتي كانت مو مخطط لها في زيارة عمان، يعني أنا زميلي الدكتور سعد فكنا مع بعض مسافرين وبلغني أنه رايح مسقط عند مؤتمر، فقال ترافقني، قلت له توكل، فجينا الحقيقة. بس تفاجأت، مؤتمر رائع، الحديث عن قضية الإدارة الاستراتيجية مسألة جدا مهمة لأي مؤسسة، سواء مؤسسات قطاع خاص أو القطاع العام، أنك أنت تشتغل وفق رؤية وفق تخطيط. أنا أعتقد أمر جدا مهم. اللطيف في الموضوع أنه هذا المؤتمر، يعني أنا حاضر الآن في مسقط في عمان، وأنا عندي قناعة كبيرة من أنه يمكن أكثر دولة وأسبق دولة في الخليج في أن تشتغل برؤية استراتيجية مستقبلية هي عمان. يعني الله يرحمه الشيخ السلطان قابوس من استلم في نهاية أعتقد 70 أو بداية 71 وهو يعرف سنة 2000 شنو بصير. هذه حقيقة يعني ميزة، أنا أعتقد أن عمان اشتغلت على رؤية، مست بمسار واضح ورؤية استراتيجية، فهذا ليس غريب على أنه تصير مثل هذه المؤتمرات الآن للكوادر العمانية عشان أيضا تتأهل وتكون مواكبة لمسار الدولة في قضية أنها تشتغل وفق رؤى استراتيجية وكذا. فما كنت مستغرب، والمحتوى الذي قدم الحقيقة أيضا من الأشياء الجيدة، وأنا أعتقد أنهم جمعوا في المؤتمر بين المحاضرات النظرية وبين التطبيق العملي في الورشات العمل اللي تمت، فأنا أعتقد كان يعني تنظيم وترتيب ممتاز. وأنا أشكر الدكتور سعد أعطاني الفرصة أنه أزور يعني عمان وأشارك في هذا اللقاء.